بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، في هذا الفيديو غادي نحاولوا نديروا تصحيح ديال التمرين 5، التمرين الأخير من امتحان جهوي للنيل شهادة سيكت إيد أدي لجهة الشرق دورة يونيو 2018 مادة الرياضيات. لهنا نعتبر الهرم الذي ارتفاعه القطعة من إس بي وقاعدته المتلت قائم الزاوية أ بي سي في أ. إذا الهرم هو هذا، عندنا إس أ بي سي. إذا هذا هرم، القاعدة ديالو هو مثلث قائم الزاوية هو هذا، قائم الزاوية في الرأس أ، إس بي هو الارتفاع ديالو، يعني هذا موديلا القاعدة ديالو. إذا المطلوب منا هو تحقق أن أ سي تساوي 3 سنتيمتر. إذا أ سي عندنا أ بي فهي القيمة ديالها 4 سنتيمتر، بي سي هو 5 سنتيمتر، مثلث أ بي سي فهو قائم الزاوية في الرأس أ. إذا نستعمل برهنة فيثاغورس ونحسبو. إذا هنا عندنا التمرين الخامس، عندنا واحد السؤال الأول أ، لدينا أ بي سي مثلث قائم الزاوية في الرأس، في الرأس أيضا قائم الزاوية في الرأس أ، حسب مبرهنة فيثاغورس مباشرة فإنه. إذا أنا قائم زاوية في الرأس أ، إذا قائم زاوية في الرأس أ يعني الوتر هو بي سي، يعني بي سي أس 2 تساوي أ بي أس 2 زائد أ سي أس 2. بي سي فهو القياس ديالها 5 سنتيمتر، إذا 5 أس 2 تساوي أ بي القياس ديالها هو 4 أس 2 زائد أ سي اللي كنبحثو عليه. إذا 25 زائد تساوي 16 تساوي زائد أ سي أس 2. نحولو لهذا الطرف الآخر، نغيرو ليها إشارة. إذا 16 تساوي أ سي أس 2 15، 25 ناقص 16 هي 9 أ سي أس 2. إذا أ سي تساوي جذر مربع 9 اللي كتساوي 3 سنتيمتر. ده هو السؤال المطلوب من السؤال، تحقق أن أ سي تساوي 3 سنتيمتر. بتحقق أن حجم الهرم إس أ بي هو 12 سنتيمتر. ثانيا ولا بي هنا عفوا، إذا بي غادي نشوفو حجم الهرم. السؤال الثاني، بي حجم الهرم إس أ بي سي. إذا في تساوي، إذا حجم الهرم هو 1/3 ضارب مساحة ديال المثلث، القاعدة ديالو اللي هو عبارة عن مثلث، القاعدة ديالو هي هادي أ بي سي مثلث قائم زاوية في الرأس أ، ضارب الارتفاع ديالو اللي هو إس بي، ضارب إس بي 1/3 ضارب المساحة ديال المثلث فهو القاعدة ضارب الارتفاع، بمعنى هذا مثلث قائم في الزاوية. إذا هذا ارتفاع وهذه قاعدة، يعني ضارب أ بي ضارب أ سي مقسوم على 2 ضارب إس بي، ونعوضو كل ضارب القيمة ديالو 1/3 ضارب أ بي القياس ديالها هو 4 سنتيمتر ضارب بي سي اللي هي 3 ضارب على 2 ضارب إس بي اللي هي 6 سنتيمتر. إذا عندنا 6 سنتيمتر ضرب 6. إذا هنا غتعطينا 3 × 4 هي 12 على 6 هي 6 × 6 تساوي، نختزلو من هنا ولا نختزلو مباشرة، غتعطينا هي 12 سنتيمتر مربع اللي هو مطلوب منا نبينو بأن 12 سنتيمتر مربع. السؤال الثاني، إذا السؤال الثاني في هذه الحالة، الهرم اس بي كي ار اس بي ار كي هو التصغير للهرم اس ا بي، هو التصغير ديال هذا الهرم اس ا بي سي بنسبة 2/5 ك. أولا احسب اس ك، شا كتساوي اس ك. إذا لدينا الهرم اس بي كي ار هو تصغير للهرم اس ا بي سي بنسبة ك كتساوي 2/5. اذا خدينا الطول ديال هاد الضلع اس بي فهو كيساوي، او لا هذا اس كتساوي ك على ك ضارب اس بي لانه غير ضلع. اذا خدينا اس كي اللي هو المطلوب منا تساوي ك وطول الضلع اس بي،
إذن ك ضارب اس ب تساوي ك هي 2/5 ضارب اس ب لقينا هي 6 تساوي هي 12/5 إذن كتساوي 12/5 سنتيمتر. ثم السؤال الآخر عندنا هنا أ ثم ب، أحسب حجم الهرم اس بي كو آر. عندنا هذا الهرم فهو تصغير تن هذا الهرم اس تصغير ديال هذا الهرم بجوج إلى خمسة، يعني بالنسبة لجوج خمسة. إذا مباشرة هنايا عندنا في بريم اللي هو الحجم ديال هذا الهرم كتساوي 2/3 5 أس 3 ضارب الحجم ديال الهرم في اللي هو 12 سنتيمتر. إذا في بريم كتساوي 2/3 على 5/3 ضارب بي كتساوي 2/3 هي 8، أنا ضارب 12 لأن عندنا ضارب 12/5/3 هي 25 ضارب 5 25 2/10 هي 12 هي 125 تساوي. إذا هنا عندنا 12 ضارب 8 16 1 109، إذا كتساوي 96/125. خلوها هكا ولا يمكن نحسبوها سنتيمتر مكعب. إذا حجم الهرم هو هذا. إذا في بريم كتساوي ك أس 3، إذا في بريم تساوي ك أس 3 فوا في، ك هي 2/5 أس 3 ضارب في اللي هي 12، 12 ضارب 8 ضارب 12/125 كتساوي 96/125، وأنا نكون وصلنا التصحيح ديال التمرين الخامس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، لأن هذا هو التصحيح.